الثاني، وخالد كعبي كجناح ايمن، المنطقه اللي ايضا كان فيها سالم الدوسري، وبالتالي هنا تتحدث عن البديل الجاهز وعن الدفع بالاسماء الجاهز. عرضيه من المرمى، الزعيم هذا جديده، خذ اخباره وخذ جديده، انه الميدا جديد الزعامه، جديد الهلال، جديد الرقم 9، وما ادراك ما الرقم 9، كل شيء فيها مثالي، تمريره صح، عرضيه صح، تمركز صح، الزعيم كله على بعضه صح. الهلال يسجل الثاني عن طريق ألتون الميدا، وهذا جديده، جديد الزعيم، تبغي اخباره، تبغي علومه، تبغي جديده، هذا جديده، هذا جديد.